أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توج فريق هلال طراس لكرة القدم يوم الأربعاء بلقب بطولة القسم الوطني للهواة موسم 2019-2020، وجاء انتصاره في المقابلة على فريق المنصورية. عقد النادي الرياضي أولمبيك تشيري كرة القدم جمعه العام العادي يوم الاثنين المنصرم، وبعد المناقشة تم التصديق على كل من التقريرين الأدبي والمالي. صادق الجمع العام للنادي الرياضي رجاء أكادير لكرة القدم على اللائحة التي تقدم بها الرئيس الجديد للنادي عبد الله علوان، وذلك خلال أشغال الجمع العام الذي عقد يوم الثلاثاء بمقر النادي. الرئيس عبد الله علوان، الكاتب العام عبد الله منيب، أمين المال أحمد بيفري. سيواجه فريق حسنية أكادير لكرة القدم برسم الدور 16 من إقصائيات كأس العرش يوم الأحد 3 يناير المقبل انطلاقا من الساعة 5 بالملعب الكبير بمدينة أكادير فريق شباب بن قرير. بات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة أول المتأهلين عن منطقة شمال إفريقيا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة العمرية المقرر العام المقبل بموريتانيا، عقب تعادله بهدف لمثله أمام المنتخب الليبي في المباراة التي جمعت بينهما بعد ظهر الخميس بالملعب الأولمبي بتونس. باقي لقاءات البطولة الاحترافية إنوي ستجرى بعد زوال هذا اليوم. ملعب فوسفات بخريبكا سريع واتزم سيستقبل فريق الجيش الملكي انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال، الحكم نبيل برقية. بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 5:30 رضوان جيد يقود اللقاء الذي سيجمع بين الرجاء البيضاوي وضيفه شباب المحمدية. بملعب الحسن الثاني بفاس المغرب الفاسي يستقبل الوداد البيضاوي الساعة 7:30، المقابلة سيقودها داكي الرداد. يوم غدين الأحد بملعب البشير بالمحمدية نهضة الزمامرة يستقبل اتحاد طنجة انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال، والحكم محمد النحيح. بالملعب الكبير بمدينة أكادير حسنية أكادير يستقبل أولمبيك أسفي الساعة 5 زوالا، الحكم نور الدين الجعفري. بالملعب الشرفي بمدينة وجدة مولودية وجدة يستقبل نهضة بركان الساعة 7:30 مساء، الحكم كشاف مصطفى. وبدورها بطولة القسم الوطني الثاني تجرى الدورة الخامسة على الشكل التالي. فبعد زوال هذا اليوم انطلاقا من الساعة 3 الاتحاد الزموري للخميسات يستقبل الوداد الفاسي، الحكم محمد عفيف. استاد المغربي يستقبل أولمبيك تشيرة بملعب أحمد شهود بالرباط، الحكم جمال بالبصري. الشباب الرياضي السالمي يستقبل الاتحاد البيضاوي، الحكم محمد الرازي. والنادي القنيطري يوم غدين الأحد انطلاقا من الساعة 3 يستقبل الاتحاد الرياضي الترقي الملعب البلدي بالقنيطرة، والحكم عبد العزيز المسلك. الراسينغ البيضاوي يستقبل وداد تمارا بملعب الأبجيكو، والحكم ياسين بوسليم. شباب بن قرير يستقبل رجاء بني ملال بالملعب البلدي ببن قرير، والحكم الهويدري محمد. ننتقل إلى بطولة القسم الوطني هواة والدورة الأولى، فبعد زوال هذا اليوم اتحاد سيدي قاسم يستقبل الرشاد البرنوسي بالملعب البلدي مشرع بالقصيري، الحكم بدر عزيزي. أولمبيك اليوسفية يستقبل هلال طراست بالملعب الداخلة باليوسفية، الحكم نوفل نشيط. جمعية المنصورية تستقبل وداد قلعة السلغنة، الحكم يوسف التريكي. مولودية الدخلة يستقبل شباب المسيرة، والحكم مروان المرابط. يوم غدين الأحد النادي البلدي ورزازات يستقبل الاتحاد الإسلامي الوجدي بملعب سيدي داود في ورزازات، الحكم أمزروق جواد. شباب قصبة التادلة يستقبل اتحاد تمارا بالمركب الرياضي البلدي لقصبة التادلة، والحكم زكريا مدياني.
شباب الريف الحسيمي يستقبل شباب مريت بملعب ميمون العرصي والحكم تسميت محمد. النادي المكناسي أخيرا يستقبل فتح الناظور بالملعب الشرفي بمكناس والحكم ودغيري يونس. عاد فريق الرجاء البيضاوي بتعادل سلبي من السنغال على حساب فريق تونغيت برسم الدور الثاني من عصبة الأبطال الإفريقية، في حين انهزم فريق الوداد البيضاوي بهدف دون رد أمام فريق الملعب المالي بمالي. وفي كأس الكاف سحق فريق الاتحاد البيضاوي فريق إيسيان البينيني بأربعة أهداف لصفر، في حين اكتفى نهضة بركان بتعادل سلبي في موريتانيا أمام فريقها تفرغ زينة. هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.